بعد أيام من البحث ومناشدة البحث، وبعد أيام من الفقدان وانقطاع الأخبار لسيدة خرجت من إحدى المصحات وكانت في طريقها إلى بيتها وتأخرت عن أهلها، فكان ذلك مثار القلق. بعد أيام من تقديم البلاغ إلى وزارة الداخلية ذات السيارات الكثيرة، وبعد أيام من تمشيط الأحياء والأحراش والغابات المحيطة بطرابلس على أمل إيجادها، وبعد أيام من صبر القلوب القلقة والمكلومة من أهل فتحية وأصدقائها وجيرانها وكل من تابع قصتها، وجدت فتحية وانكشف السر وألقي القبض على قاتل فتحية، والذي يبدو فيما ظهر من صورته بأنه متدين، إلا أن دوافع الجريمة التي يمكن تخمينها كسابقاتها بأن القتل أصبح طقس يتوارته القتلة وضحيته نساؤنا في مدن نتنازعها في حروب ولم نستطع أن ننتزعها من القتلة وذوي السلوك السادي والمنحرف، والذي يدمي قلوبنا في كل فترة بقتل نسائنا بدم بارد. المأساوي في الأمر أن الفقيدة فتحية سيذهب دمها كغيرها، كفريح البركاوي وسلوى بوغعيس وسهام سرقاوة وغيرهن من اللوائمتنا، وأغلقت قضاياهن مع آخر يوم في العزاء، وطويت صفحتهن مع أول حدث آخر جديد وجلل في بلاد المفاجآت. المأساوي أيضا أن ذاكرة الجموع سرعان ما تنسى، وننسى أيضا أننا كلنا متواطئون ومسؤولون أمام أعمال خطف وقتل في حق حروماتنا، وكأننا كلنا معصومون ولسنا في مجتمع جميعنا فيه مشاريع قتل وموتى، نتخطى الحرب فيه وننجو، ونتخطى فيه الوباء وقد ننجو، نتخطى فيه ضنك الحياة ولربما ننجو، ولكن القتلة المنتشرين بيننا احتمال آخر يفرض نفسه. فلما يستمر الصمت على طبقة سياسية جعلت من وزارة الداخلية رهينة المجاميع المسلحة للقوة العمومية، وأداؤها رهينة ما تستعرض به من سيارات فارهة تدعي الجاهزية، ولا يوجد من ينجد الكثير مصيرهم كل يوم مثل فتحية إن لم يكن أشد. حال الليبيون يمكن أن نصفه دون مبالغة كحال هذا المركب المحاصر في عرض البحر، ضاعت من ربانه البوصلة في غضون الفوضى العارمة التي يعيشها، وظهر له على مركب السفينة ربابنة آخرون كل يدعي أن في يده الخلاص. حالنا على أرض الواقع لا يختلف كثيراً عما تنسجه الفانتازيا، فبعد انفضاض عواصف الحرب جاءت رياح أخرى يستبشر قطاع من الليبيين بأنها ستكون رياح خير، إلا أنها رياح قد تكون عاتية تحير وجهة مركبهم. فهنا جنيف بأطرافها المختلفة يواصلون مساراً سياسياً واقتصادياً كامتداد لمخرجات مؤتمر برلين، وهنا أيضاً مسار بوزنيغا المغربية، رياح قديمة خبر الليبيون الإبحار وراءها من وفاق الصخرات إلى ما نحن فيه، ورياح تسحبنا إلى القاهرة على وقع اتفاقات عسكرية لتكون حدود جديدة لوطن مقسم تتوسطه منطقة عازلة، ويحير المشاهد في ظل رياح وتترك المراكب نفسها وسط يقين أنه لخلاص إلا برياح لطالما أيقنا أنها ستجرفنا لوطن واحد مستقر يكمن في الانتخابات والركون إلى الصندوق والدستور. فلا أحد اليوم يمثل الشارع، الجميع صعد على أكتاف الشارع، وليس من الصعب أن يسقطهم بزلزال واحد منه.